السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بيكم في مقرر الآلات الزراعية الجزء الثاني. المفروض وقفنا في الجزء الأول مع دكتور عصام السحار لحد آلات الزراعة، فنشوف الآلات بعد كده المفروض بعد ما زرعت المحصولة استخدمها. فهيكون إن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني من المادة عن آلات خدمة التحاصيل، وأول محاضرة معانا إن شاء الله هتكون عن آلية الرش والتعفيف. أول حاجة نعرفها في المحاضرة بتاعتنا النهاردة، إيه الفرق بين الرش والتعفير؟ عملية الرش هي عملية بيتم فيها توزيع المادة بصورة محلول أو سائل، يعني المادة بيكون في مادة حاملة ليها اللي هي المية عادة أو أي ليكويد او اي سائل، فدي عملية الرش. تبع عملية التعافير بتبقى عكسها، يعني بيتم توزيع المادة في صورة جافة او في صورة بودر او في صورة مسحوق. فده كده مبدئيا الفرق بين الرش والتعافير. طبعا كل واحدة ليها استخدامات، او كل واحدة بتفضل في انواع معينة مثلا من النباتات، او انواع معينة من المكافحة، والطريقة التانية مثلا ما بتفضلهاش. فهنشوف التفصيل كل طريقة ايه استخداماتها. بتعتبر عملية الرش طبعا اكثر استخداما من التعفير، وهنعرف برضو الاسباب ايه. فنعرف الاول ايه اهداف استخدام عملية الرش، او ليه بستخدم عملية الرش. طبعا الهدف الاساسي او ان انا بستخدم الرش فيه ان انا برش مبيدات على النباتات عشان مثلا اقاوم حشرات او اقاوم امراض، او مثلا بكافح حشائش واعشاب ضاره، بموت الحشائش والاعشاب الضاره. طبعا دي عشان بتاخد من تغذيه النبات، فلازم اتخلص منها اول باول. طيب دي كده تعتبر الهدف الرئيسي او الاساسي. في اهداف تانية بتبقى اهداف سببيه شويه، يعني ممكن استخدمها وممكن لا. في بعض النباتات بستخدمها وبعض النباتات ما بتحتاجهاش. زي ايه؟ زي مثلا ان انا ارش هرمونات على حاجه زي اشجار الفاكهه، لو انا مثلا عايز اعمل حصاد مبكر او انضاج مبكر، عايز مثلا اهيئ الشجره دي لعمليه القطف او الحصاد، زي مثلا الزيتون. طيب في الزيتون بيحصل ايه؟ عشان يحصل انفصال للعنق بتاع الزيتونه دي عن الثمره نفسها، برش هرمونات او برش محاليل، فبستخدم برضو ساعتها الات الرش او ايه او عمليات الرش. فهنا طبعا ده زي ما قلنا استخدام يعتبر ثانوي، مش بيستخدم مع كل النباتات. طيب ايه تاني؟ في كمان لو انا مثلا عايز اخلي برضو الشجرة دي تتجه للاثمار او تطلع لي الفاكهة مثلا وتبطل ازهار، فممكن ارش برضو محاليل خاصة بتخفف الازهار وتخلي لي او تحسي لي الشجرة بتاعتي على عملية الاثمار بعد كده. في كمان رش محاليل غذائية، ان انا مثلا لو عايز اغذي النبات ده او عايز اديله محلول مثلا فيه عناصر معينه، فممكن استخدم برضو الرش في الحاله دي. في كمان لو انا مثلا عايز اعمل اسقاط للاوراق اللي هي مثلا ممكن تعمل لي اعاقه في عمليه الحصاد، يبقى قبل الحصاد ممكن كمان ارش محاليل على النباتات تعمل اسقاط لاوراقها، زي مثلا القطن أوراقه بتبقى كبيرة جدا فممكن تعمل تشابك، وبالتالي ممكن تبوظ لي مثلا الأسلحة بتاعة الآلة اللي بحصد بيها. فممكن أرش محاليل قبل عملية الحصاد بحيث إن أنا أخف الأوراق أو أعمل تساقط للأوراق. دي كده تعتبر إيه أهداف استخدام عمليات الرش. وطبعا ممكن يكون في أهداف تانية، أو ممكن يكون في وسائل أخرى أو استخدامات. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم نتعرف عليها ايه هي انواع مواد الرش. طبعا نوع السائل نفسه بيختلف من عملية للتانية، او بيختلف من استخدام للتاني. فهتلاقي اولا ان احنا ممكن نقسم مواد الرش دي على حسب طبيعة المادة نفسها لكذا حاجة او لكذا نوع. في اول حاجة المحاليل اللي هي بيكون فيها المادة اللي مثلا عايزة ارشها دي ذائبة تماما في المياه، او بتكون مذابة تماما في الماء، فبالتالي بيكون محلول متجانس. طيب في صورة تانية اللي هي المعلقات، ودي عكس المحاليل، دي بيكون فيها المادة غير قابلة للذوبان، فبالتالي بحطها في المية وبتكون في صورة حبيبات صغيرة او بودر زي ما هي،
بس دايما بقلب المحلول ده او دايما بقلب المعلق ده عشان اضمن دايما ضمان توزيع المادة مع المادة الحاملة اللي هي المية. في كمان صورة تالتة اللي هي المستحلبات، ودي بقى بتكون المادة اللي ما بتدوبش في المية بدوبها في احد المشتقات البترولية مثلا زي الزيت او زي مثلا النفط او الحاجات دي. طبعا دي بتبقى استخدامها محظور جدا لخطورة المواد اللي بتذاب فيها، فبرضه ما بيستخدمهاش بشكل كبير. في كمان صورة بنسميها غازات التبخير. غازات التبخير عادة بستخدمها مثلا في الأماكن المقفولة زي مثلا الصوامع أو السفن، وممكن استخدمها كمان تحت سطح التربة لو أنا عايز حاجة تحت سطح التربة عشان أضمن إن هي ما تتطيرش بسهولة، فممكن أستخدم غازات التبخير. طبعا في صور تانية كتير جدا، بس دي تعتبر إيه الصور الشائعة للمواد على حسب الطبيعة بتاعت المادة نفسها. بعد ما قسمنا المادة على حسب الطبيعة بتاعتها أو مواد الرش على حسب طبيعتها، في كمان تقسيمة تانية على حسب فعالية المادة نفسها، ودي تنقسم عادة لفعاليتين أو نوعين رئيسيين في الفعالية. في الأول سائل رش، بسميه سائل الرش الجهازي أو اللي هو سيستميك، وده بيعتمد على ان هو بيخترق جسم النبات او الكائن الحي اللي انا عايزه اكافحه مثلا او اموته، وبيشتغل جوه اجهزه الجسم نفسه. يعني لو دخل جوه النبات بيشتغل جوه اجهزه النبات، او لو دخل جوه جسم حشره مثلا او افه بيدخل جوه الاجهزه بتاعتها ويشتغل جواها، وبالتالي بيعمل وظيفته عن طريق ان هو بيوقف الاجهزه دي او بيموت الكائن الحي ده لو حشره مثلا، او ان هو بيغذي النبات لو انا عايز ايه اعمل تغذية. وبرده طبعا في ساعات زي ما قلنا بستخدم الرش في عمليات ان انا عايز اسقط اوراق، فممكن ان انا لو رشيت سائل رش جهازي او اللي هو سيستميك على اوراق نبات عايز اعملها تساقط، برده السائل ده هيخش جوه ورقة النبات ويبتدي يموت الاجهزة بتاعتها عشان يعمل لها تساقط. طيب في نوع تاني على حسب الفعالية بتاعته اللي هو التلامسي اللي هو باي كونتاكت، وده بيعتمد على ان هو بيقف على السطح بتاع النبات او الكائن الحي، يعني بيتعامل خارجيا او بيتعامل بصورة خارجية. طبعا في فرق بين الاتنين، واحد بيتعامل داخليا مع الاجهزة وواحد بيتعامل خارجيا مع سطح النبات او سطح الكائن الحي. في كمان نوعية تالتة أو تقسيمة تالتة اللي هي حسب التركيب الكيميائي للمادة، ودي مش مهمة بالنسبة لنا أوي في مجال الهندسة الزراعية، بس هي عادة بتبقى اللي هي على حسب مواد عضوية أو مواد غير عضوية على حسب التركيب الكيميائي بتاعها. بعد ما عرفنا ايه هي نوعية مادة الرش وازاي بقسمها وازاي بعرف على حسب التقسيمة بتاعتها ايه النوع بتاعها، نيجي بقى الأهم أو أشيع استخدام أو أكثر شيوعا في الآلات بتاعت الرش أو الوسائل بتاعت الرش عامة. هنلاقي أول آلة معانا أو من أهم الآلات المستخدمة الرشاشة الظهرية، ومن اسمها طبعا هي بيتم حملها على الظهر أو العامل بيشيلها على ظهره كده بحزام زي الشنطة كده، ودي برضو بيبقى فيها كذا نوع أو ليها كذا نوع. يعني اول نوع معانا اللي هو الرشاشة الظهرية بضغط الهواء، دي بيحصل فيها ايه؟ دي بيكون فيها الهواء بيختلط بالسائل بتاع الرش جوه الخزان قبل ما يخرج من فوهات الرش او قبل ما يخرج في عملية الترذيذ. فطبعا بمجرد ما يختلط الهواء بيه بالسائل فده بيدي ضغط عالي للسائل ده وبيدي ضغط عالي للمخلوط ده، فبالتالي بيخرج تحت ضغط عالي. فطبعا السائل مجرد ما يخرج من الفتحات بتاعة الرش بعد كده بيصطدم بالهواء الخارجي بيتفتت او بيحصل له ترذيذ. زي ما احنا شايفين اهم اجزاء الرشاشة عادة هيبقى ان الخزان، وطبعا بيبقى فيه عند فتحة الملء مثلا فلتر عشان لو السائل ده فيه شوائب او حاجات مترسبات ما تسدش فوهات الرش.
في بقى الجزء المهم في رشاشة ضغط الهواء كباس أو ذراع للمضخة، يعني بيبقى في مضخة كده جنب الخزان بيبقى ليها دراع، الدراع ده دايما بيتم الكبس بيه أو تحضير السائل بيه عشان يتم عملية الخلط مع الهواء، وبالتالي يخرج من المضخة أو المضخة دي لما تضخ يخرج تحت ضغط عالي زي ما قلنا. فده كده الأجزاء بتاعة الرشاشة الظهرية والنوع بتاعها اللي هي ضغط الهواء. في عندنا نوع تاني من الرشاشة الظهرية، دي بنسميها الرشاشة بحامل الهواء. طب ايه الفرق بينهم وبين الرشاشة الأولانية؟ احنا قلنا في الرشاشة الأولانية بيبقى السائل بيختلط بتيار من الهواء وبيختلط بهواء جوه الرشاشة، بناء على ان في مضخة بتضخ السائل مع الهواء فبالتالي بيخرج بضغط عالي. هنا العكس، هنا السائل الأول بيخرج من فوهة الرش أو بيخرج من الرشاشة عادي خالص وبيبقى ضغطه ضعيف أو بيخرج تحت ضغط ضعيف، وبعد ما بيخرج وهو على يعني خلاص خرج من فوهة بيتعرض لتيار هواء خارجيا. يعني لو خدت بالك في هنا محرك في ظهر الرشاشة كده أو كجزء من أجزاء الرشاشة، المحرك ده وراه مروحة، المروحة دي بتولد تيار هواء بيندفع ناحية فوهة الرش، وبالتالي التيار اللي خارج ده او من الهواء بيقابل سائل الرش اللي خارج فبيفتته او بيرززه او بيخليه، يعني لما بيندفع الهواء على التيار او على السائل اللي خارج فبيعمل ايه، بيحطمه او بيفتته لقطرات صغيرة وبالتالي بيعمل له عملية الترزيز. فهنا يبقى الفرق بين الرشاشة الاولى والتانية، رشاشة ضغط الهواء بيتم خلط السائل مع الهواء داخليا، ولكن هنا في حامل الهواء ايه خارجيا، عشان هنا يعني الرشاشة الأولانية موجود فيها مضخة أو كباس، الرشاشة التانية موجود فيها موتور أو محرك ومروحة. الرشاشة الأولانية السائل بيخرج بضغط عالي، ولكن في الرشاشة التانية السائل بيخرج ايه بضغط منخفض. ولو بصيت على باقي الأجزاء تقريبا واحدة، اللي هي الخزان والفلتر عند فتحة الملء والرشاش نفسه أو البشبوري بتاع الرش نفسه بفوهات أو فوهات الرش، فدي كلها نفس الأجزاء الرئيسية ايه ما عدا الاختلافات اللي قلنا عليها. النوع التاني من الرشاشات اللي بتستخدم في عملية المكافحة هي رشاشة الطرد المركزي، ومن اسمها هي بتعتمد الفعالية بتاعتها على وجود طرد مركزي. طب بيحصل ازاي عملية الرش؟ بيبقى فيه قرص دوار، القرص ده فوق الخزان، طبعا بيشتغل بموتور او بمحرك. الخزان بيبتدي يخرج منه السائل على القرص، تخيل كده القرص بيدور وانت نزلت سائل عليه، ايه اللي هيحصل له؟ هيتناثر او هيتفتت، فدي بتعتمد على فعالية الطرد المركزي. وبعد ما يتفتت السائل طبعا بفعل الطرد المركزي، القطرات دي بتتوزع حوالين منطقة القرص، طبعا بيبقى ليه تصميم معين بقطر معين بديزاين معين بماتيريال معينة، بحيث ان هو يديني قطر التوزيع اللي انا عايزه او يديني مدى التوزيع اللي انا عايزه. فدي كده رشاشة الطرد المركزي، والطريقة بتاعتها بتعتمد على ايه؟ على فعل الطرد المركزي نفسه. النوع التالت معانا هيبقى موتور الرش، ولو انت خدت بالك من الاجزاء بتاعته كده او شكله، بيبقى عبارة عن شاسية او قاعدة ليها عجل وموجود عليها خزان كبير. الخزان ده جواه لو خدنا قطاع جواه كده او بصينا جواه ايه المكونات، هنلاقي ان في دايرة هيدروليك جوه الخزان ده، او اللي هي بتعمل عملية توزيع الرش نفسه او توزيع سائل الرش. لازم طبعا زي ما قلنا يكون في فلتر او مرشح، لازم يكون في فتحة ملء في الخزان، لازم يكون في منظم الضغط، مضخة، قياس للضغط كمان عشان لو الضغط بقى عالي او واطي عن مكان عن مدى معين يبتدي يشوف ايه الفعل اللي هيعمله. في كمان قلاب، قلنا القلاب ده فايدته ان هو لو بيحصل اي تكتلات او ترسبات دايما لما بقلل المحلول يبقى دايما في صورة متجانسة. طبعا في الاخر بيبقى حامل البشابير او اللي هو الجزء بتاع الرش النهائي اللي عليه الفوهات. فدي كده تعتبر اجزاء موتور الرش، وعادة ما بنفضلش نستخدمه كتير لاسباب كتيرة هنشوفها بعد كده.
زي ما قلنا ان احنا لا يفضل استخدام موتور الرش بصورة كبيرة، وقلنا فيه اسباب. اول سبب او اهم سبب ان هو ما ينفعش استخدمه غير في المساحات الكبيرة. يعني ايه؟ يعني المساحات المزروعة اللي تبقى مثلا فدان او اكتر، عشان يبقى فيه مسافات بين النباتات المزروعة تسمح بمرور الموتور دون ضرر النبات، عشان ما يضرليش النبات. فبالتالي ده اول سبب ما بستخدمهوش بكثرة، او ما بستخدمش موتور الرش بكثرة عشان موضوع المساحة. تاني سبب ان هو محتاج عمالة كتير قوي عشان تفرد الخراطيم وعشان تمشي تتابع عملية الرش. فبالتالي ممكن يكون في وقت الرش مثلا عاملين او 3 بالكتير، طب انا اجيب بقية العمال منين؟ فبرضه ما بفضلش استخدمه بالسبب ده. تالت سبب كمان ان الخراطيم عشان طويلة، يعني مثلا لو ماشي بطول الحقل كله فبفرد خراطيم بطول الحقل كله، فطبعا كل ما طول الخرطوم ما يبقى اطول، كل ما الضغط جواه هيبقى قليل، فبالتالي ما يساعدش على ترذيذ السائل او ما يطلعليش السائل بالصورة او بالكفاءة المناسبة. زائد كمان ان السعر او التكلفة بتاعته عالية، فبرضه ما بفضلش استخدامه. ونتيجة لان الضغط منخفض والسائل هيطلع او هيتوزع بصورة غير كفءة او كفاءتها قليلة، فده هيؤدي لسوء توزيع الرش. كمان ممكن يعمل ضرر بالنبات، ممكن الخراطيم وانا بجرها تيجي على النبات مثلا توقعه او تموته، فده ضرر كمان. زائد كمان ان الخراطيم برضو عشان طويلة وفوهات الرش بتبقى عادة مفتوحة في جو مفتوح، فممكن تعملي عملية تلوث، وبالتالي ممكن تعرض العاملين او تعرض المزارعين للخطر، فبرضو ايه ما بفضلش استخدامه. فدي كده تعتبر اهم المشاكل او العوائق اللي ايه موجودة بتمنع استخدام او بتحد من استخدام موتور الرش. نيجي بعد كده الرابع نوع من انواع الات الرش، وده يعتبر نوع خاص شوية، اللي هو الرش بالطيران. فعادة ما بيتمش فيه الحركة على الارض، لا ده بيبقى طيارات، وبيتم عملية الرش عن طريق طيرانها فوق سطح النبات. ولازم برضو يبقى ليها احتياطات كبيرة. اولا ان المساحات تكون كبيرة ومجمعة، يعني ما ينفعش اجيب طيارة تشيل مثلا فدان واحد، ما هتبقى تكلفتها عالية وكمان مش هيحصل كفاءة في التوزيع بتاع الرش. زي كمان ان المساحات لو متفرقة ما ينفعش، برضو ههدر تكلفة كتير وسائل كتير على الفاضي. فيفضل ان المساحات تبقى كبيرة ومجمعة عشان التكلفة تبقى ايه متوازنة مع المساحات. طيب تاني حاجة كمان ان تركيز المادة او تركيز السائل في عملية الرش بالطيران بتبقى عالية، تركيزات عالية. ليه؟ عشان ما تنجرفش بسرعة او تيار الهواء ما يشيلهاش بعيد عن الهدف او عن النبات اللي انا عايز ارشه. طبعا عارفين ان كل ما التركيز ما يعلى كل ما اللزوجة ما هتزيد، فبالتالي كأن القطيرات او السائل حجمه بيزيد فبيتقل، فبالتالي يبقى سريع الوصول للنبات او ينزل بثقله او ينزل بفعل الجاذبية على النبات اسرع، فبالتالي يضمن لي كفاءة توزيع. زائد كمان ان في انواع من الطيارات بتستخدم عادية او هليكوبتر، وبفضل عادة الطيارات العادية عشان برضو تكلفتها بتبقى اقل من الهليكوبتر، وبالتالي ايه الهليكوبتر ما بستخدمهاش كتير. وبرضو محتاجة كمان عملية الطيران بتاعت الطيارة الهليكوبتر كمان بتبقى اصعب شوية من الطيارات العادية، فبرضو ما بستخدمهاش كتير في عمليات الرش. من الاحتياطات برضو اللي لازم اراعيها ان ارتفاع الطيارة نفسها عن المكان اللي هرشه او النبات اللي هرشه ما يزيدش عن مثلا من 1.5 متر ل3 متر، زي ما قلنا عشان ما يحصلش انجراف مع تيار الهواء او الرش نفسه ما يطرش بعيد عن النبات اللي انا عايزه. فدي تعتبر من اهم الاحتياطات لايه للرش بالطيران. لو بصينا على اجزاء الرش الخاصه بالرش بالطيران، هتلاقي بتبقى الطياره جواها خزان. الخزان ده عاده بيبقى برضو متوصل بيه دايره هيدروليكيه او دايره عباره عن مضخه مثلا ومانوميتر لقياس الضغط ومثلا منظم ضغط وفتحه ملء برضو وفلتر وكل الاجزاء الرئيسيه الايه للرش عاده او لآلات الرش عاده. وفي الاخر بيبقى حامل الفوهات او اللي هو اللي عليه الفوهات بتاعه الترذيذ او التوزيع في الاخر. وزي ما قلنا هنا لازم الارتفاع يبقى ما يزيدش عن 3 متر عن سطح النبات لضمان كفاءه توزيع، زائد كمان لضمان عدم انجراف الايه السائل بتاع الرش بعيد عن النبات.
بعد ما اتكلمنا على انواع آلات الرش، نتكلم بقى على آلات التعفير باختصار كده او في ايجاز. قلنا التعفير ان هو برش مسبوق او بودر في صورة مسبوق على سطح النبات او على الكائن الحي اللي عايز ارشه. فهنا تعتبر مميزات العفارات عادة عن الرشاشات ان مشاكلها قليلة مقارنة بيها، نظرا لعدم وجود سائل او عدم وجود مية، فبالتالي مشاكلها بتبقى قليلة، زائد كمان بتبقى بسيطة في تركيبها عن الرشاشة برضو لعدم وجود أجزاء مثلا زي مضخة أو زي مروحة ومحتاجها للسائل. بس برغم ذلك ما بستخدمهاش كتير. ليه؟ لأن مشاكلها أكتر. أول حاجة إن أنا ما ينفعش مثلا أرش لو في تيار هوا، حتى لو سوري معلش معلش أعمل تعفير، ما أعرفش أعمل تعفير حتى لو في تيار هوا بسيط، لان طالما المادة في صورة بودر او مسحوق هتبقى سهل جدا تتطاير بعيد عن النبات او عن الهدف، فبالتالي ما اقدرش ان انا استخدمها زي الرش مثلا في الجو اللي ممكن يبقى فيه تيار هواء حتى لو بسيط. تاني حاجة كمان ان بيبقى فيه موزعات طبعا اللي هي الفوهات بتاعت العفارة عادة بتبقى برضو متثبتة على ايه، على حامل، والحامل ده هنا بيبقى فيه ميزة شوية ان انا ممكن اتحكم في ارتفاعه وانخفاضه على سطح النبات. ممكن يبقى في الرشاشة عكس كده، ممكن تبقى في الرشاشة الحامل مثلا ثابت على ارتفاع معين، او انا بثبت ايدي على ارتفاع معين ما اقدرش ان انا اعليها واوطيها عن الحد ده او المدى ده. كمان نقطة مهمة ان لازم اعمل التعفير في وجود ندى او في وجود يعني زي ضباب في الجو عشان يساعد على التصاق الحبيبات او المسبوق ده على سطح النبات بسرعة. يعني يبقى سطح النبات مثلا مبلل، حاجة بسيطة كده اللي هو في وجود الندى، وبالتالي يساعدني ان الحبيبات تلتصق سريعا بسطح النبات. كمان من ضمن المميزات ان هي سرعة الاداء بتاعتها عالية او بتديني كفاءة عالية في الاداء، وكمان محتاجة عمال قليلين او مزارعين قليلين، مش محتاجة ناس كتيرة تشغلها. وطبعا العملية بتبقى سهلة وبتبقى مدتها قصيرة، فبالتالي برضه دي تعتبر مميزات في ايه، في التعفير عادة عن الرش. زي ما عملية التعفير فيها مميزات ليها برضو عيوب، واتكلمنا قبل كده عن عيوبها وقلنا من أهم العيوب سهولة الانجراف، واللي هو سهل قوي المسحوق اللي أنا بعمل له عملية التعفير ده أو بوزعه على النبات ده ينجرف مع أي تيار هواء، أو يبعد عن النبات مع أي تيار هواء يشيله يحمله بعيد عن النبات. كمان بيبقى فيها ضرر أكتر من الرش، لأن المادة اللي بتخرج في صورة مسحوق بيبقى ليها زي هبو كده أو ضباب كده بيخرج منها، فده ممكن يؤثر على العامل او على المزارع اللي شغال في عملية التعفير. في كمان كفاءة الالتقاط بتاعتها قليلة. يعني ايه كفاءة الالتقاط قليلة؟ زي ما قلنا لو ما رشيتش مثلا في وجود مست او ضباب او ندى، فالمسحوق ده ممكن يقع من على سطح النبات بعد ما يوصله، ما فيش حاجة تثبته. لكن لو في مثلا حاجة زي بلل كده بسيطة على سطح النبات هيساعد على التصاق المسحوق ده على سطح النبات بصورة افضل. فدايما براعي النقطة دي. فطبعا لو مفيش مزد أو ضباب أو ندى فبتبقى كفاءة الالتقاط قليلة، أو اللي بيوصل للنبات بيبقى قليل ما بيبقاش كتير زي وجود إيه بلل. لو بصينا على أجزاء العفارة أو آلة التعفير عادة هتبقى تقريبا زي آلة الرش، مفيهاش اختلاف كبير، بس إلا زي ما قلنا في وجود مضخة في الرش، وهنا هتبقى بس مروحة أو هيبقى مثلا محرك بس مروحة بسيطة كده عشان تدي تيار هواء للمسحوق اللي خارج، بس طبعا بتبقى سرعتها قليلة جدا او بتدي تيار هواء بسيط جدا، مش حاجة تطير المسحوق بعيد زي ما قلنا، عشان ايه تراعي ان هي توزع المسحوق في المكان اللي انا عايزه. فهتلاقي برضو فيه خزان وفيه برضو فتحة ملء وفيه مقلب طبعا لازم برضو عشان يقلب لي دايما المسحوق ما يحصلش فيه تكتلات، فيه محرك، في المروحة، في الموزع النهائي اللي هو حامل البشابير أو الحامل اللي عليه فوهات بعد كده. فدي كده تعتبر أجزاء الإيه، آلة التعفير ببساطة. بعد ما عرفنا تقريبا أكثر الآلات شيوعا بتاعة الرش أو العفارات أو التعفير، في مصطلحين كده مهمين جدا وبرضه ذكرناهم من ضمن الكلام على الآلات خاصين بعملية الرش عادة أو عملية التعفير. يعني أول مصطلح معانا اللي هو الانجراف. قلنا انجراف يعني إيه؟
انجراف اللي هو الأجزاء أو القطيرات بتاعة الرش أو بتاعة المسحوق بتاع التعفير بتتطاير بعيدا عن الهدف أو عن النبات. طيب ده بيحصل ليه؟ بيحصل لو مثلا أنا رافع إيدي قوي عن النبات، يعني زي ما قلنا مثلا، أو الآلة الحامل بتاع البشابير بعيد عن النبات قوي. إحنا قلنا تقريبا ما نبعدش عن 1.5 إلى 3 متر مثلا في الطيران، ومثلا في العقارات كذلك، وتقريبا المدى بتاع الرش فوق سطح النبات بيبقى في الحدود دي برضه، فده المفروض ما بعدش عن المدى ده. طب لو المدى ده أبعد، أو لو المسافة أبعد عن سطح النبات، طبعا كده التوزيع بيتم في مساحة أكبر، وبالتالي ممكن يعني يوصل لمساحة غير النبات اللي أنا عايزه، أو يوصل لمساحة أكبر شاملة النبات اللي أنا عايزه مساحة تانية، فبالتالي كده بهدر السائل بتاعي أو الرش بتاعي. فيعتبر بقى في طرق كده بقلل بيها الانجراف أو بقلل بيها التطاير ده. أول حاجة زي ما قلنا إن زراع الرش يبقى منخفض أو يبقى في المستوى المناسب فوق سطح النبات. كمان ممكن أخلي الضغط بتاع الترزيز قليل. كل ما الضغط ما يقل بيحصل إيه؟ بيحصل إن القطرات حجمها بيزيد، هي مش بيزيد قوي، أنا بس بقلله شوية بسيطة عشان أضمن إن القطرات تبقى كبيرة شوية، فتبقى سهلة الرسوب أو سهلة الوقوع على سطح النبات. كمان ممكن استخدم فوهات او بشابير القطر بتاعها كبير شويه، برضو هيديني قطرات اكبر، فبيديني نفس فعل الضغط المنخفض اللي هو يخلي القطرات اسرع في السقوط. ممكن كمان في بشابير مخصصه لتقليل الانجراف، ودي بيبقى ليها فتحات بشكل معين او قطعات بشكل معين، بحيث ان هي مقاومه للهواء فبالتالي تقلل من الانجراف. ممكن كمان من طرق تقليل الانجراف ان انا ازود لزوجة المادة بتاعة الرش، وطبعا بزود اللزوجة، فده بيعمل برضو زي غلاف كده حوالين القطرة، فبيكبر حجمها وبيديها برضو ثقل اكتر، فبالتالي بتقدر ان هي تقع بسهولة على سطح النبات. زائد كمان ان انا اهم عامل ان انا مرشش وقت ما يكون فيه تيارات هواء جديدة او رياح، وبالتالي ده هيقلل لي الانجراف. تاني مصطلح مهم معانا في عملية الرش هو مصطلح كفاءة الالتقاط. كفاءة الالتقاط هي بتعبر عن نسبة استفادة النبات بالرش اللي أنا عملته. يعني لما أقول مثلا رشيت 100 لتر من نسبة مثلا لنبات معين، وكفاءة الالتقاط بتاعته 90%، معناها إن النبات أخد 90 لتر فقط، أو 90% فقط من كمية الرش الكلي. وبالتالي كل ما كفاءة الالتقاط دي بتزيد، كل ما بتزيد كفاءة عملية الرش نفسها، فدي تعتبر دليل على كفاءة عملية الرش. طب بحسبها ازاي كفاءة الالتقاط؟ بقدر احسبها ان هي عبارة عن حجم الرش اللي فعلا وصل لسطح النبات، او فعلا النبات استفاد بيه، على حجم الرش الكلي اللي رشيته او اللي عملته ايه في عملية الرش. بعد ما اتكلمنا على عمليات الرش وآلات الرش المختلفة وتعرفنا عليها وإيه أهم حاجة في عمليات الرش أو الآلات بتاعة الرش نوعيتها إيه وكل واحدة بستخدمها إزاي وإمتى، لازم نعرف برضو إيه هي إجراءات السلامة والأمان اللي لازم أراعيها في عملية الرش. طبعا لازم أحافظ جدا على المزارع أو العامل بتاعي. انا كمزارع دلوقتي نازل ارش، لازم اراعي دايما ان مسافة الرش تبقى بعيدة عني او عن سطح الجسم بالنسبة لي، بحيث مثلا ما يحصلش اي تلامس بيني ومادة الرش نفسها. احيانا بتكون مواد الرش دي سامة، فلازم ان انا اخد حذري برضو وانا بتعامل معاها. لازم اكون فاهم كويس انا بتعامل مع ايه، ولازم طبعا اوعي المزارع لو نازل يرش ايه، ويتعامل مع المادة ازاي يبقى بعيد عنها. لازم كمان المواد بتاعة الرش دي نفسها اخزنها في اماكن مغلقة بصورة كويسة، عشان برضو اضمن ان هي مثلا لو في حاجات فيها بتتبخر غاز او بيحصل لها تبخير ما يحصلش ضرر للمنطقة المحيطة. لازم كمان اراعي ان هي تكون بعيدة عن اي مصدر اشتعال او مصدر مثلا اي حاجة قابلة للاشتعال. لازم ان انا ما اقومش بعمليات مثلا اكل وشرب او المس عينيا مثلا اثناء الرش.
ما ينفعش ان انا ما اغسلش ايدي بعد عملية الرش، لازم طبعا اغسلها كويس جدا بالمية والصابون. لازم يكون في اجراءات سلامة ضد الحريق، ان زي ما قلنا في بعض المواد قابلة للاشتعال، فلازم اكون بأمن نفسي برضو كويس. لو انا برش مثلا محصول وهحصده، يفضل تكون فترة اخر الفترة ما بين اخر رش او اخر عملية رش والحصاد ما تقلش مثلا عن 20 أو 25 يوم، عشان أضمن إن متبقيات الرش خلاص مش فاضلة في المحصول، وخاصة لو محاصيل طبعا تؤكل. دي برضو من إجراءات السلامة. كمان لو أنا برش مثلا محاصيل أعلاف الحيوانات بتتغذى عليها، فبرضو لازم الفترة بين آخر رشة والحيوانات اللي هتاكل يكون برضو ما يقلش عن 20 أو 25 يوم، برضو عشان اضمن ان الحيوانات دي ما يدخلش في جسمها اي مترسبات من مواد الرش. لازم زي ما قلنا ان انا اراعي جدا جدا اجراءات السلامة دي، عشان اضمن دايما سلامة العاملين في ايه في عمليات الرش. بكده تكون المحاضرة بتاعتنا خلصت عن عمليات الرش والتعفير. وطبعا مجال الرش والتعفير مجال كبير جدا وواسع جدا، وشغل الهندسي فيه كبير جدا، ان كل حاجة في عملية الرش هي ليها منظور هندسي او لازم احللها هندسيا، بتتم ازاي وازاي اتحكم في ضغوط وتصرفات حجم قطيرات شكل النوزل القطاعات بتاعتها الابعاد، كل الحاجات دي طبعا ايه حاجات هندسية جدا. فدي كانت نبذة بسيطة كده عن معدات الرش والتعفير او عمليات الرش والتعفير. وان شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم على آلات التسميد ونوعيتها، ونشوف برضو ايه نبذة بسيطة عنها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.